بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته. نبحث هذا اليوم شأنا عاما يهم الطائفة الشيعية، وهو انتخاب المرجع الأعلى للشيعة. من ينتخبه وكيف ينتخب وعلى أي أساس ينتخب، وما هي علاقته بالأمة، وما إلى يعني هناك مواضيع كثيرة متعلقة بهذا الموضوع. سوف نلقي بعض الأضواء ونفتح الحوار لكم أيضا لكي تعلقوا أو تضيفوا أو تردوا عليه حتى، وأنا مستعد إذا أحد رد علي أن أنشر رده وأقرأه عليكم. مؤسسة الخوئي على خطى سقيفة بني ساعدة عينت السيستاني مرجعا أعلى للطائفة بين ليلة وضحاها، يعني فمن هو المرجع القادم الذي ستعينه بعد السيستاني للأمة؟ لا يوجد قوم ينتقدون سقيفة بني ساعدة التي انتخبت أبا بكر كأول خليفة للمسلمين بعد وفاة الرسول الأعظم مثل الشيعة الإمامية كما نعرف، ولا يوجد مركز شيعي ينتقد السقيفة مثل الحوزة العلمية في النجف الأشرف. ومع ذلك لا يوجد اليوم مركز يستنسخ تجربة السقيفة مثل الحوزة العلمية في النجف في عملية انتخاب المرجع الأعلى، حيث يضم ذلك المركز اللي هو الحوزة يعني هيئة مصغرة عدد الأصابع، مثل أصغر من مجموع المهاجرين والأنصار الذين انتخبوا أبا بكر اللي هم كانوا شيوخ المهاجرين والأنصار وليسوا رجالا على هامش المجتمع. لينتخبوا هؤلاء هذه الهيئة الصغيرة أو المركز أو المؤسسة لينتخبوا المرجع الأعلى في غيبة من الأمة ومن علماء الحوزة ومراجع الدين في العالم الشيعي في الدول المختلفة. ولا تشترط تلك الهيئة أو المؤسسة بأن يكون المرجع الأعلى المنتخب أعلى من العلماء، وإنما الانتماء لخطها فقط، خطها السياسي. وأساسا هي لا تملك مقياسا ثابتا وواضحا وشفافا لمعرفة العلم والأعلمية عند الناس، عند الفقهاء، فضلا عن التقوى والكفاءة والوعي السياسي وما إلى ذلك من شروط القيادة التي لا يعلمها إلا الله. ولا تلتزم بدستور معين لانتخاب المرجع الأعلى الذي يفترض أن يكون زعيم الحوزة العلمية في النجف والقائد الروحي لشيعة العالم الذي يمتلك سلطة روحية دينية أعلى من سلطة الزعماء السياسيين المنتخبين من الشعب هنا وهناك. فإذا قال لرئيس الوزراء المنتخب حسب الدستور اذهب، فيجب عليه أن يذهب، وإذا قال له ابقى فيمكن يبقى. ولا توضح تلك الهيئة المؤسسة ولا المرجع المنتخب طبيعة العلاقة بين المرجع والأمة، فهو لا يملك مجلس شورى منتخب أو غير منتخب، ما في مجلس حواليه، في حاشية من أبنه وأبناءه وكم واحد حواليه. وإذا كان يستشير أحدا في أمر ما فهو لا يعتقد بأنه ملزم بالأخذ بما يشير عليه، أي أن الشورى غير ملزم له كما يعتقد فقهاء السنة الدستوريين في ظل الخلفاء السابقين واللاحقين، أن الشورى غير ملزمة. إضافة إلى أن هذا المرجع الأعلى له الحق بالإشراف السياسي والثقافي والفكري على الأمة، فيصدر فتاوى، يضل الواحد، يفسق واحد، يكفر واحد، كيف يعني؟ وأخذ الحقوق الأخماس والزكوات وما عليها من الأمة إلى حق هذا، ولكنه ليس ملزما بتغطية احتياجاتها. إذا أعطى فشي يعني من فضله هذا يسوي شيء يعطيه، وهو يقوم بأعمال خيرية وينفق على الفقراء والمساكين والمهجرين وطلبة العلوم الدينية، ولكنه ليس مضطرا أن يقدم كشف حساب للأمة بالوارد والصادر، إيش قد دخله وإيش قد خرجه. لا، في قائمة منشورة على مواقع الإنترنت
كم يصرف المرجع كل سنة على الحوزات وعلى المستشفيات وعلى الجمعيات الخيرية؟ طب كم دخلك؟ ليس مجبرا أن يقدم كشف حساب، لأنه يعتقد أو بعض المراجع يعتقدون أنها أموال شخصية لهم، مو مسؤولين، مو مكلفين، مو واجب عليهم أن يقدموا كشف حساب للأمة. حتى لدافعي الأخماس والزكوات اللي يدفعونهم، إذا واحد راح سأل المرجع أنه وين تصرف الفلوس مثلا كذا، يقول له شو خصك أنت، أخذ فلوسك وروح اطلع برا. لا، بل ليس ملزما بأن يرد الجميل ويتكفل المخمس والمزكي ودافع الضرائب، يعني عند فقره وعوزه وتهجيره. وأنا أعرف ناس كانوا يدفعون آلاف الفلوس لسيد أخوي سابقا، وعندما هجروا لم يسأل عنهم أحد، كان يدفع فلوس هو، ما مسجل يجيب دفتر أنه هذا مثلا يدفع الشخص، وإذا اعتاز شيء مثلا رح نعطيه نساعده. حتى اللي يدفعون لهم ما يعني يتكفلوا بيهم. هذا النظام مرجعي هكذا. حتى لو أنفق هذا الشخص المخمس آلاف أو ملايين الدنانير في حياته، وبكلمة مختصرة أن المرجع يمارس حقوقه ويستقصيها، ولكنه لا يعترف بأي حق للناس عليه، ولا يقبل أي نقد أو توجيه، أو بالأحرى إن كن أكثر إنصافا لا يقبل المحيطون به ذلك. أتحدى أي واحد يستطيع أن يوجه نقدا لمرجع أو نصف مرجع، مو مرجع أعلى، لا حتى مرجع اعتيادي، يقول أنت أخطأت، أو أنت مثلا أين الأموال التي جمعتها مثلا. ما حد يستطيع أن يواجه المرجع، عنده سلطة روحية. إن المرجع الأعلى المنتخب من سقيفة بني ساعدة أو الهيئة السرية المصغرة، إذا كعلنية كانت على الأقل شيوخ المهاجرين والأنصار جلسوا فيها، ولكن هاي المؤسسة الأمان العامة فيها المؤسسة ما يتجاوزون 10 أشخاص، 11 شخص، منهم أم لا نعرفهم، مرة واحدة يجتمعون وعندهم أموال طائلة تحت أيديهم، يقررون دعم هذا أو دعم ذاك، المرجع فيصبح مرجع أعلى. إن المرجع الأعلى المنتخب من سقيفة بني ساعدة أو الهيئة السرية المصغرة أمانة وقف الخوئي أو مؤسسة الخوئي في العالم، والتي تملك أموالا لا يعلم كميتها ومكانها إلا الله، هذا المرجع يطالب الأمة بمبايعته بيعة طاعة، كما يقولون بيعة اختيار وبيعة طاعة. عندما يختاروهم ذول الجماعة سقيفة بني ساعدة، فعلى الأمة كلها أن تبايع بعدين، بيعة طاعة لا بيعة اختيار. فهو ينزل عليهم من السماء ويفرض عليهم من الحاشية التي تحيط به، وعلاقته بالأمة من طرف واحد لا من طرفين، ما في تبادل، ما في أخذ عطاء مع المرجع، أي علاقة قيادة وزعامة وتوجيه من فوق. وربما يستمع إلى بعض المستشارين، ولكن لا يوجد من يمثل الأمة في الحوار معه، يمثل مثلا المدن المختلفة، البلاد المختلفة، الحوزات المختلفة، ما في شيء اسمه مجلس شورى أو مجلس مثلا أهل الحل والعقد اللي يتحاور معاه ويقول له أنت مثلا سياستك هذه خطأ، أو موقفك هذا خطأ، أو يجب أن تتخذ موقف كذا وكذا. لا، هو كيف مثل ما يعجبه يتصرف، وهو مثل الزعيم، مثل الإمام، مثل الخليفة يعني بده يحكم، وعنده صلاحيات ربما أكثر من الخلفاء العباسيين. وربما يستمع إلى بعض المستشارين، ولكن لا يوجد من يمثل الأمة في الحوار معه والاتفاق على رسم سياسة مشتركة في الاهتمام بمختلف القضايا التي تهم الأمة الإسلامية. تحدث حروب حوالينا، اعتداءات صهيونية وأمريكية وأجنبية على البلاد الإسلامية، هو صامت لا يتدخل ولا يحكي ولا نصف كلمة، فهو حر مثلا في إرسال برقية تعزية إلى ضحايا مسجد في مدينة معينة مثلا بالكويت أو السعودية أو كذا.
في إرسال برقية تعزية إلى ضحايا مسجد تعرض لعمل إرهابي هنا وهناك، جيد هذا، ولكن وهو حر أيضا في عدم التدخل أو إبداء الرأي في حوادث أخرى تقع أو في اعتداءات أجنبية استعمارية وصهيونية تحدث في بلاد معينة، صامت ما يتكلم، وهو حر مثلا في التدخل في حملة انتخابات في بلد معين، يألف قائمة ويقول ادعموها ويصدر فتاوى من تحت الطاولة يعني مش علنا، وإعداد قائمة بالمرشحين ودعمها بكل ما يمتلك من قوة، حر هو. وهو حر أيضا في الانسحاب السياسي وإغلاق بابه متى ما يشاء، سكر على المسؤولين على الناس على كذا، ما يستقبل أي أحد بعد، وعدم إصدار أي موقف في قضايا سياسية خطيرة كاحتلال بلد إسلامي معين، ولا يحق لأي أحد أن يسائله أو يحاسبه أو ينتقده أو يطالب استقالته أو تغييره إلى أن يتوفى هو المرجع الأعلى صاير، وعلى الجميع الخضوع له حتى اليوم الأخير من حياته، كما لا يحق لأي أحد أن يتساءل عن طريقة إدارة مكتبه أو التحقيق في الشبهات التي قد تحوم، وفي كلام بالشارع يعني وبعض الناس يطلعون على الفضائيات ويتكلمون تحوم حول الأعمال والصفقات والعلاقات العامة التي يقوم بها المكتب باسمه. أنا ما أتحدث عن شخص معين، أتحدث عن فكرة عامة، كل المراجع هكذا والمرجع الأعلى نفس الشيء يصير. إن عملية انتخاب المرجع الأعلى للشيعة في العالم هي أقرب إلى عملية انتخاب زعيم روحي للشيعة أكثر منها عملية اختيار العالم أو الأعلم بين الفقهاء، فما يتوقفوا عند النقطة هاي أنه ما هو علمه وكيف هو أعلم ومن هو أعلم منه، ما يبحثون المسألة هذه، بس صار زعيم ما يسألون عن العلم والأعلمية لتغطية الجوانب الفقهية، فهو لا يقدم ولا يؤخر كثيرا في المسائل الفقهية، وتكاد رسالته العملية لا تختلف عن الرسائل السابقة سوى بالأحوط الهجوبي أو الأحوط الاستحبابي أو الأحوط كذا، ما في شيء فرق يعني كبير. وفي الواقع ليس مهما أن يكون مجتهدا متعمقا ويعرف أدلة الأحكام والفتاوى التي يصدرها بدقة، يعني ما ندري هو مجتهد أو غير مجتهد، ما نعرف مقلد أو هو مجتهد بس اسمه مجتهد، وكثيرا إذا مو معظم الفقهاء هم مقلدون، أخذوه من عندي. وفي الواقع ليس مهما أن يكون مجتهدا متعمقا يعرف أدلة الأحكام والفتاوى التي يصدرها بدقة، بل قد يكون في الحقيقة مقلدا في كثير من المسائل الاعتقادية والأصولية والفقهية، ويفتي حسب المشهور مثل الرسالة السابقة، ولذلك فهو غير مستعد للحوار أو النقاش أو الرد على الأسئلة التي تبحث عن دليل. وأنا سألت شخصيا، سألت عدد من المراجع عن فتاوى معينة، ما هو دليلك على الفتوى؟ تقول صلاة الجمعة ليست واجبة، أعطيني الدليل، القرآن يقول واجبة، أنت ليش تقول مو واجبة؟ ما يردون، ما يجاوبون، ولا يسمح لك أن تناقشه. ومع ذلك فهو على استعداد لإصدار بيانات أو فتاوى يسميها بتفسيق هذا العالم أو تقليد ذاك المفكر أو محاربة هذا الفقيه المجدد، دون أن يبدي أو يبين دوافعه أو مبرره أو الأسس التي أصدر على ضوئها تلك الفتوى. لما قلت سيد محمد حسين فضل الله ضال المضل، على أي أساس؟ أي أساس قرآني أو حديث نبوي؟ يعني هو شنو دي يقول الله ما موجود حتى صار ضال، ولا النبي محمد ليس نبيا؟ كيف تجرأت على هذه الفتوى؟ وما هو دليلك؟